السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. منظمة هيومان رايتس ووتش تصدر تقريرا حول موريتانيا يركز على أوضاع الجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين بالبلاد. مباحثات في نواكشوط بين وزير الداخلية الإسباني والسلطات الموريتانية ملفات الإرهاب والجريمة والهجرة في الصباح. ورشة في نواكشوط تبحث توجهات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة الإنجابية بمشاركة خبراء ومديرين جهويين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا عن موريتانيا حمل عنوان المسألة العرقية التمييز وخطوط حمر أخرى وقمع الحقوقيين في موريتانيا. ويقع التقرير في 45 صفحة. وقال أريك جولدستين نائب مدير المنظمة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح أدلى به على هامش مؤتمر صحفي بنواكشوط إن التقرير ركز على وضعية الجمعيات الناشطة بالمجال الحقوقي. C'est un travail que nous avons mené sur le terrain sans entrave du côté des autorités. Nous avons dialogué. إن التقرير يعتبر نتاج عمل ميداني وقد ضمناه رأي السلطات حيث التقيناها وقدمت ردودا على أسئلتنا. ويركز التقرير على حرية الجمعيات المستقلة في موريتانيا حيث إن هناك العديد من الجمعيات ولكن التي تتطرق للقضايا الحساسة في المجتمع والمتعلقة بالإثنية والتمييز والاسترقاق تعتبر الأكثر استهدافا بالقمع والمحاكمات غير العادلة والاعتداء خلال التظاهر. وهناك بالطبع جمعيات أخرى تتحرك ولكن المنظمات التي لديها خطاب قوي وتتحدث عن القضايا الحساسة مستهدفة. أجرى وزير الداخلية الإسباني إخوان إغناسيو أزودو زيارة عمل لموريتانيا تستمر يوما واحدا. أجرى خلاله مباحثات مع السلطات الموريتانية شملت عدد من الملفات. وتأتي زيارة وزير الداخلية الإسباني لنواكشوط ضمن جولة ستقوده إلى بعض العواصم الإفريقية بينها دكار. وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة تهدف إلى تعميم توجهات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة الإنجابية بمشاركة خبراء في المجال الصحي إضافة إلى مديرين جهويين وعدد من القابلات. وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولجا إن الخدمات التي تقدم موريتانيا في مجال الصحة الإنجابية تعتبر أساسية للحد من وفيات الأمهات وحديث الولادة. تطبيق مخطط مابوتو. التعهدات المتخذة خلال اجتماع وزراء الصحة بإفريقيا المنظم من طرف الاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية سنة 2014 المصادقة على قانون الصحة الإنجابي. سيداتي سادتي، إن نوعية الخدمات الصحية المقدمة في مجال الصحة الإنجابية تعد محورا أساسيا في التعجيل من حد وفيات الأمهات وحديث الولادة. وفي هذا الإطار فإن الورشة المنعقدة اليوم سيتم من خلالها تعميم وتوجيهات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة الإنجابية وذلك على جمع من الخبراء المكلفون فيما بعد بمراجعة كاملة وشاملة للسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وسيتم فيما بعد تعميم بروتوكولات علمية على جميع المنشآت الصحية مطابقة لآخر توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. في ذا السياق قال الدكتور سيدي محمد والعبد العزيز منسق البرنامج الوطني للصحة الإنجابية إن الورشة تبحث على مدى أسبوع مراجعة البيانات والسياسات الخاصة بالصحة الإنجابية، كما تسعى إلى إنشاء بروتوكولات جديدة في المجال الصحي سيتم وضعها قبل نهاية العام الجاري. وسيدوم هذا الملتقى 7 أيام
يتم خلاله مراجعة جميع بيانات وسياسات الصحة الإنجابية والنظر فيما جد من جديد حول هذه المرجعيات وإنشاء بروتوكولات جديدة ستكون في جميع المنشآت الصحية إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة. ونهتم كثيرا بهذه الورشة لأنها ستكون انطلاقا لهذه البروتوكولات التي ستكون موجودة في جميع منشآت الصحة في بلادنا وستطبق من طرف جميع أخصائي صحة الإنجاب من قابلات وأطباء أخصائيين وممرضين. إذن بداية إن شاء الله ناجحة. احتج عدد من سكان مقاطعة المجرية أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بتوفير الماء الشروب للمدينة. وقال بعض المحتجين إنهم قدموا من المقاطعة من أجل إيصال مطلب السكان في الحصول على الماء، مؤكدين أن المدينة تعاني من العطش منذ بعض الوقت. اليوم جينا هنا عندنا مطالب بسيطة ومشروعة وسط مطلب فيها لأن ندور نعيشوا، ندور نشربوا، ما ندور نتقسلوا، ما ندور نستحموا، ندور نشربوا. مقاطعة أتعاني من العطش والعطش المزرم اللي الربائن كاملات ماتوا يشتغلوا والشتودو ما يشتغلوا والماء مات خالق بكل صراحة، وهذا يعكس الصورة بشرة كاملة جاءت بها اللي ماتت جابرة الشرب. وطالبين من سيد الرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز جزاه الله خيرا لأنه التفت إلينا. رانا جايين جاية بس مقاطعة المجرية وطالبين فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز يذكري أزمة العطش اللي تعاني منها المجرية منذ سنتين ولا ثلاثة. رانا لك قلاقة وتعاب، وهذا الشعب اللي تراعي فيه كامل جاي نزوحة من المقاطعة من يامس، وأول نامس يتعطاونا البسات من أجل هاي الوقفة، ورانا طالبين منه يفك عن هاي الأزمة، رانا خلايا. ناقش المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية خلال ندوة نظمها بالعاصمة نواكشوط موضوع الشباب وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الحديث عن أشكال التطرف عبر التدوين. وقال رئيس المركز محمد سالم الداه إن المركز يسعى إلى بلورة مشروع حول الشباب وقضاياه وعلاقاته بوسائط الإعلام الجديد. يأتي هذا النشاط في إطار مشروع يسعى المركز إلى بلورته عبر مجموعة من النقاشات المفتوحة والحوارات المفتوحة تتناول الشباب وقضايا الشباب، خصوصا من خلال استحداث وسائل أو استخدام على الأصح وسائل الاتصال الحديثة. ففي الحلقة الماضية تناولنا موضوع الشباب ووسائل الإعلام الجديد، هذه الحلقة نتناول بشكل أكثر يعني حضورا الشباب وشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا نحاول من خلال هذه الحلقة أن نتحدث عن أشكال التطرف من خلال تدوينات الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أردنا أن ننظم هذه الحلقة المفتوحة وهذا الحوار المفتوح. طبعا ندوة ليست أكاديمية وليست بقدر ما هي لقاء مفتوح، الكل سيعرض من خلال هذا اللقاء لما يراه في هذا الموضوع المطرق لنقاش هذا المساء. دعا الكاتب والباحث الموريتاني محمد سعد ناول الطالب الى الاصطلاح في موريتانيا على تحديد مفهوم التطرف قبل السعي الى محاربته. جاءت دعوة الباحث الموريتاني خلال ندوة في نواكشوط حول موضوع التطرف عبر التدوين بوسائل التواصل الاجتماعي. غالبا حينما تذكر مفردة التطرف ينصرف الذهن تلقائيا إلى التطرف الديني، ويبدو وكأننا أمام مصطلح مطلق متعارف عليه متفق عليه، والواقع أننا أمام مصطلح نسبي حتى آخر قطرة في كأس نسبية، أمام مصطلح إشكالي، مصطلح جدلي زئبقي لا يمكن الإمساك به بسهولة، كل يراه برؤيته وكل ينظر إليه من زاويته. ما أعتبره تطرفا قد يكون بالنسبة لك اعتدالا والعكس بالعكس. إذن نحن أمام مصطلح مثل ما قلت مصطلح جدلي، يجب أن نحدد بالضبط ماذا نعني بالتطرف هنا. يجب تبيئة المصطلح أو مرتنته أو محاولة تحديد أي نوع من التطرف يهمنا في موريتانيا.
هل هو التطرف الديني، هل هو التطرف اللاديني، تطرف سياسي، تطرف اجتماعي، حتى يمكن أن نحدد كيف سنحارب هذا التطرف الذي يعنينا وليس التطرف كمفهوم عائم في المطلق. إلى الشأن الإقليمي، حيث دعا 11 سفيرا غربيا في كينيا النظام والمعارضة بالبلاد إلى إجراء حوار سياسي من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها نيروبي منذ شهور. وتأتي دعوة السفراء الغربيين بعد أسبوعين على أداء زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا اليمين رئيسا، رغم أنه لم يشارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. نتابع المزيد من التفاصيل فيما يلي. بيان مشترك لأحد عشر سفيرا غربيا في كينيا يدعو الطرفين الموالي والمعارضة في البلاد إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الشهور. وحث البيان المعارضة والنظام في كينيا إلى عدم تقويض المؤسسية والديمقراطية، مضيفا أن السفراء الغربيين لا يريدون الإملاء على الكينيين طريقة إدارة شؤونهم، وإنما إنقاذا للديمقراطية. وتشهد كينيا أزمة سياسية بين نظام أوهورو كينياتا المنصب لمأمورية رئاسية ثانية والزعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي أدى اليمين في حفل بنيروبي قبل أيام كرئيس للبلاد، وهو الحفل الذي اعتقلت السلطات على إثره عددا من نواب وقادة المعارضة، كما أوقفت بث عدد من القنوات التلفزيونية الخاصة التي نقلت الحدث. ويعتبر أودينغا نفسه الرئيس الشرعي لكينيا رغم مقاطعته الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي يرى أن أوهورو سابق فيها نفسه وحصل على نسبة 98%. وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر أغسطس الماضي قد ألغيت من طرف المحكمة العليا في نيروبي، وتقرر إجراء انتخابات جديدة قاطعتها المعارضة على خلفية عدم اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة. ودعا أودينغا أنصاره إلى عدم التوجه نحو صناديق الاقتراع، وقد وقعت أعمال عنف على مستوى عدد من مدن البلاد خلفت قتلى وجرحى، وأعلنت لجنة الانتخابات عن فوز أوهورو كينياتا ونصب خلال شهر نوفمبر الماضي رئيسا للبلاد، غير أن رايلا لم يهدأ وظلت المعارضة تحتج من حين لآخر، حيث ترفض تنصيب أوهورو وتعتبر الانتخابات غير شفافة ولا نزيهة. فازت رئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف بجائزة مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية لسنة 2017، وذلك بعد أسابيع على تنحيها عن السلطة لصالح الرئيس الجديد المنتخب جورج ويا. وكانت إيلين جونسون البالغة من العمر 80 عاما قد فازت في العام 2011 بجائزة نوبل للسلام. نتابع المزيد فيما يلي. الرئيسة الليبرية السابقة إيلين جونسون سيرليف تفوز بجائزة مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية، لتصبح بذلك أول امرأة إفريقية تفوز بها، وذلك بعد أسابيع على تنحيها عن رئاسة البلاد بعد فوز اللاعب الدولي السابق جورج ويا، وهو أول تناوب سلمي يحصل في البلاد منذ أزيد من 7 عقود. وتعتبر خامس رئيس إفريقي يحصل على الجائزة التي تأسست قبل 10 سنوات، ويشترط في الفائز بها أن يكون قد وصل السلطة بطريقة ديمقراطية وتركها بطريقة ديمقراطية في نهاية ماموريته الرئاسية، وتبلغ القيمة المالية للجائزة 5 ملايين دولار. وكانت إيلين جونسون قد حصلت عام 2011 على جائزة نوبل للسلام لدى انتخابها لمأمورية رئاسية ثانية وأخيرة وفق ما ينص عليه الدستور الليبيري. وتوصف إيلين التي تسلمت رئاسة ليبيريا كأول امرأة إفريقية تتولى المنصب في القارة على أنها استطاعت أن تقود البلاد إلى السلام، وهي الخارج حينها من أتون حرب أهلية استمرت زهاء عقد ونصف وخلفت نحو 250,000 قتيل، لكنها لم تنجح في أن تقودها نحو التنمية.
وقد أعلن حزب الوحدة الحاكم في ليبيريا مؤخرا عن استبعاده إيلين جونسون من عضويته، متهما إياها بدعم جورج ويا على حساب جوزيف بواكي الذي كان نائبا لها في الرئاسة وخاض الشوط الثاني مع ويا. وتبلغ إيلين جونسون من العمر 80 عاما وهي حاصلة على شهادة في المحاسبة وأخرى في الاقتصاد، إضافة إلى شهادة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعات الأمريكية. وقد تولت منصب رئاسة البنك الليبيري للتنمية والاستثمار، كما عملت خبيرة لدى البنك الدولي، وشغلت منصب نائب لوزير المالية، وتقلدت مناصب أخرى مختلفة. أعلن الجيش الجزائري عن تدمير 19 مخبأ قال إنه يتبع لمن وصفهم بالإرهابيين، مضيفا أن المخبأ كان يحتوي قنابل بدائية الصنع ومعدات أخرى عسكرية مختلفة. وحسب الوكالة الجزائرية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع، فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وذلك إثر عملية قام بها الجيش في المناطق الواقعة شرقي البلاد. تفاصيل أوفى نتابعها فيما يلي. الجيش الجزائري يعلن عن تدمير مفرزة تابعة له 19 مخبأ تابعا لمن سماهم بالإرهابيين شرقي البلاد، مؤكدا أن المخابئ كانت تحتوي قنابل بدائية الصنع. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الدفاع أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من كشف وتدمير 19 مخبأ للإرهابيين احتوت على قنبلتين تقليديتي الصنع ومعدات مختلفة للتفجير. ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أن العملية نفذت الأحد، وأنها تأتي في إطار ما سماه البيان مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث بمنطقة بني فضالة بولاية باتنا بالناحية العسكرية الخامسة والمتمركزة شرقي البلاد. ويضيف البيان أن المخابئ كانت تحتوي على 200 كبسولة خاصة بالمتفجرات ومعدات مختلفة للتفجير ومواد غذائية معتبرة ووثائق ومناشر مختلفة بالإضافة إلى القنبلتين. وأردف بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن العملية تأتي أيضا في سياق ما وصفتها بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة هؤلاء الإرهابيين. ولم يعلن البيان عن سقوط قتلى في صفوف من سماهم بالإرهابيين في العملية، بينما اكتفى بالقول إن وحدات الجيش عقدت العزم على القضاء عليهم أينما وجدوا حسب البيان. ويواصل الجيش الجزائري خلال السنوات الأخيرة عملياته ضد من يسميهم بالإرهابيين، حيث بلغت الحصيلة خلال العام الماضي 90 قتيلا و40 موقوفا بينهم 5 نساء، فيما سلم 29 أنفسهم، وتم توقيف 203 عناصر بتهمة دعم الإرهاب حسب الحصيلة التي أعلن عنها الجيش دجنبر الماضي. ونفذ الجيش الجزائري عدة مناورات تحاكي التصدي لعمليات ينفذها من يصنفهم بالإرهابيين، كانت آخرها المناورات التي أشرف عليها رئيس أركانه أحمد قائد صالح بمنطقة عين قزام جنوب شرق البلاد في 6 من الشهر الجاري. عبر وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا والخاصة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وأكد ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة أن إجراء انتخابات من شأنه تعزيز الاستقرار في ليبيا، كما سيسهم في تنمية اقتصاد البلاد. نتابع. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة ومصر تدعمان خطة العمل المرتبطة في الأمم المتحدة من أجل ليبيا، وذلك لإجراء انتخابات سليمة سريعة في هذه البلاد. وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري في القاهرة الاثنين إن إجراء هذه الانتخابات سوف يعزز الاستقرار في ليبيا، كما سوف يساعد على الاقتصاد والنمو. وأشار تيلرسون إلى ما أكده مجلس الأمن في ديسمبر الماضي من أن ليبيا يجب أن تلتزم بالحل السياسي، ويجب أن يكون هذا هو الحل الأمثل في الفترة الانتقالية. وفي ذات السياق قال رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته عقيل صالح إن الليبيين حريصون على إجراء الانتخابات وأن المواطنين سيحمونها من أجل الوصول إلى الشرعية، مؤكدا أن الانتخابات هي الطريق إلى السلطة، ومن يقول إن لديه شعبية فليتقدم بها. وأضاف عقيل صالح وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن نسبة التسجيل للانتخابات تجاوزت 70%،
ممن يحق لهم التصويت، حيث سجل نحو 2.5 مليون في سجل الناخبين من أصل 5 ملايين مواطن، ولم يتبقى سوى حوالي 400 ألف. وبشأن الدستور، أشار صالح إلى أن المجلس في انتظار قرار قضائي بشأن صحة إحالة المشروع إلى المجلس، وبحال قررت المحكمة بأن الإحالة صحيحة سنتجه إلى إقرار قانون استفتاء ثم نجري الاستفتاء على الدستور. ونفى عقيل صالح وجود أي خلاف مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لكنه لفت إلى أنه قد يكون هنالك تباين في وجهات النظر ببعض الأمور، مؤكدا أنه ومجلس النواب في مقدمة الداعمين لحفتر. وبشأن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، قال صالح إن أي ليبي من حقه الترشح لمجلس النواب أو للرئاسة، مبينا أن مجلس النواب أصدر قانون العفو وألغى قانون العزل السياسي، وعليه لا قيود على ترشح أحد للانتخابات إلا إذا كانت ثمة موانع قضائية أو قانونية أخرى. يشكو سكان منطقة تورغاء الليبية منعهم من العودة إلى مدينتها الواقعة بالقرب من مدينة مصرات الساحلية، وكان سكان المدينة البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة قد نزحوا من موطنهم الأصلي إبان ثورة 2011. التفاصيل فيما يلي. يكاد صبر النازحين من تورغاء الليبية ينفد في مخيمهم العشوائي المؤقت بسبب خيبة أملهم إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة. وقد اضطر سكان تورغاء إلى سلوك طريق المنفى بسبب دعمهم في 2011 نظام معمر القذافي، لكنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أراضيهم إثر اتفاق تم التوصل إليه مع مدينة مصراط المنافسة 200 كيلومتر شرقية طرابلس. ووفقا لما تم الاتفاق عليه، توجهت مئات العائلات إلى تورغاء التي تبعد 40 كيلومتر جنوب مصراطة و240 كيلومتر جنوب شرق طرابلس، لكن مجموعات مسلحة تعارض الاتفاق منعتهم عند نقاط التفتيش قبل المدينة. وكانت المجموعات المسلحة القوية في مصراطة دفعت بسكان تورغاء إلى مغادرة منازلهم بعد اتهامهم بالمشاركة إلى جانب قوات القذافي في حصار مدينتهم خلال انتفاضة 2011، فضلا عن اتهامهم بأعمال تعذيب واغتصاب وقتل. ومنذ طرد سكانها البالغ عددهم 40 ألفا، تحولت تورغاء منذ 2011 إلى مدينة أشباح في حالة من الخراب. يقول عمدة المدينة عبد الرحمن شاك شاك لقناة فرانس فانت كاتر: لكن ذلك أفضل من العيش في المخيمات، نستطيع العيش تحت شجرة نخيل. يريد السكان تورغاء العيش في أراضيهم. ويؤكد العمدة أن عدة أطراف في مصراتة لم تفهم أنها ليست مصالحة، بل اتفاق حول العودة إلى تورغاء يمكن أن يساعد في عملية المصالحة في وقت لاحق. قال المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان إن مئات المواطنين الفلسطينيين عالقون عند معبر رفح البري وداخل مطار القاهرة، وذلك بعد قرار السلطات المصرية إغلاق المعبر بالتزامن مع إعلانها عن انطلاق عملية عسكرية للجيش المصري بصحراء سيناء. وحذر المرصد في بيان صادر عنه من ما وصفها الحالة السيئة التي وصلت إليها أوضاع أزيد من 400 مواطن فلسطيني عالق. نتابع. مرصد الأورو المتوسط مخرجاً صارخة معذرته بيان تشخيص ومناشدة ثنائي ضمير الخطاب، حذر المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان من مغبة ما سماها الحالة السيئة التي وصلت إليها أوضاع العالقين والمحتجزين الفلسطينيين على جانبي معبر رفح البري وداخل مطار القاهرة بعد قرار السلطات المصرية إغلاق المعبر أمام المسافرين من وإلى قطاع غزة بشكل مفاجئ، عادا الإصادة مصدر مأساة فادحة بالنسبة لمئات العالقين غالبيتهم من المرضى والطلاب، مضيفا أنه من الممكن أن تؤول أوضاع المتضررين إلى الأسوأ في ظل نفاد أموالهم ومصادر بقائهم. بيان المرصد الأورو متوسطي ولا وجه مناشدته شطر السلطات المصرية، طالبا منها السماح بفتح معبر رفح البري لتأمين سفر وعودة المواطنين من وإلى قطاع غزة بعد إغلاق تام استمر قرابة 50 يوما.
عدن التراجع المتزامن مع إعلان انطلاق عملية عسكرية للجيش المصري في صحراء سيناء حصيلة مرة أسفرت عن احتجاز أكثر من 400 مسافر عالقين ما بين مطار القاهرة والجانب المصري من معبر رفح الحدودي البري. وصف المرصد أوضاعهم بحالة انعدام معايير الإنسانية، مهيبا بالسلطات المصرية إلى تأمين العالقين قرب الكمائن العسكرية ومناطق الخطر وتزويدهم بالاحتياجات الإنسانية اللازمة على جناح السرعة. وثنى بيان المرصد بمطالبة السفارة الفلسطينية في القاهرة بالعمل على التواصل مع السلطات المصرية لتوفير احتياجات المحتجزين داخل مطار القاهرة وإقامة أماكن انتظار لائقة يبيتون فيها والتنسيق مع سفارات الدول الأخرى لإنجاز المعاملات الرسمية العالقة وتسهيل إجراءات السفر الخارجي. هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. منظمة Human Rights Watch تصدر تقريرا حول موريتانيا يركز على أوضاع الجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين بالبلاد. مباحثات في نواكشوط بين وزير الداخلية الإسباني والسلطات الموريتانية وملفات الإرهاب والجريمة والهجرة في الصباح. ورشة في نواكشوط تبحث توجهات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة الإنجابية بمشاركة خبراء ومديرين جهويين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.